ماما بركة النهارده هتعمل وجبة قرنبيط هتعجب حبايبها وسهلة ومش مكلفة وتخلص على طول، وتمشي غدا، تمشي عشاء، تمشي مع الفطار، تعمل ايه عشان دوتشات، تعمل جنبها شوية مكرونة حبايبي. وجبة سهلة ووصفة، ووصفتها سهلة حبايبي. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واتم حال. بالصلاة على النبي، ماما بركة النهاردة بتسلم على حبايبها وبتقول لكم النهاردة هنعمل وجبة حلوة خفيفة ومش مش غالية، رخيصة بس مفيدة وغنية وكلها فيتامينات وكلها حاجات جميلة. هنعمل النهاردة قرنبيط. طبعا ده دقيق، ده بيض. القرنبيط، قرنبيط اهي، ماما بركة جايبة قرنبيطة حلوة. قلت هعمل قرنبيطة كده حلوة لحبايبي، يعني وجبة جميلة. القرنبيط مغذي، الكرنب مغذي، البروكلي مغذي، فهم التلات انواع دول وفصلتهم واحدة بس مفيد قوي وكله فيتامينات ورخيص خالص. بالصلاة على النبي هقطع القرنبيطة واوريكم، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا خرطت القرنبيطة اهي، وحسب ما تحبي انت تخرطي، تخرطيها كبيرة، تخرطيها صغيرة، حسب ما تحبي. بالصلاة على النبي تعالوا نشوف ماما بركة وهي بتسلق القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. المية بتغلى يا حبايبي، بروح حط ايه، حبة ملح. بالصلاة على النبي ببدأ اسمي الله. بالصلاة على النبي. القرنبيط دوت لو هنجففه بنسلقه نص سوا ونروح ايه نصفيه، وبعد ما بيبرد بنعبيه في اكياس ونشيله، يقعد من السنة للسنة القرنبيط لو هنحب نجففه. انا كده هسلق قرنبيط اهوت ونعمله ايه، هنعمل قرنبيط النهارده. اكله مغذيه ومش يعني غاليه قوي، لا ده جميله يعني متهوده بس فايدتها بقى جميله. بالصلاه على النبي اهو رصيت القرنبيطيه كلها اهيت، قرنبيطه حلوه. بالصلاه على النبي. وجربوا يا حبايبي نعمل كل حاجه، الحاجات دي مغذيه وحلوه اهيت. حطيت القرنبيطه، طبعا هتتسلق، واما تتسلق هوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على ما القرنبيطايه تتسلق، بالصلاه على النبي هعمل ايه؟ الدقه بتاعتها. بعمل ايه؟ انا جايبه اربع بيضات اهم، البيض ده بيض بلدي. بالصلاه على النبي، البيضه بصفارين اهي، اهو في الفراخ ماما بركه، البيضه بصفارين. بالصلاه على النبي اهو، بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كسرت البيض اهوت. وجبة جميلة هتبقى حلوة هتعجب حبايبي. بالصلاة على النبي. الملح ابو شطة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمون. فلفل اسمر. ببدأ اسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ببدأ بربط البيض كده، هي سهلة. القرنبيط بيتسلق وبتعملوا ايه، عجينتك ديت. ببدا اسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه اهيت. بالصلاه على النبي. الدقيق بقى من غير مقادير، على قد ما بتاخد ايه دقيق. بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هضرب اهو. بالصلاه على النبي. جربوا يا حبايبي، في ناس بتعمله بلبن بس انا لا، مش بحب اعمله بلبن، انا بعمله بميه. وساعات ممكن تحطي نشا وساعات ما تحطيش لو انت مش عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه البيض اللي بيخليه بقى جميل، لما تكتري البيض بالصلاه على النبي بيخليه ينفش ويبقى حلو. على ما تتسلق القرنبيطه انا طبعا عملت عجينتي اهيت، واما جاء لي حبايبي انا كده خلصت العجينه اهيت. بالصلاه على النبي كده انا خلصت عجينتي. بالصلاه على النبي القرنبيطه هتتسلق، واما جاء لي هوريكم، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طبعا بالصلاه على النبي القرنبيطيه هي اتسلقت اهيت كده حلوه، عشان لسه هقليها. طبعا بالصلاه على النبي هصفي واوريكم، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طبعا سلقت القرنبيط اهوت. بالصلاه على النبي هولع الزيت اهوت عشان نقلي على طول ونتغدى. بالصلاه على النبي الزيت هيسخن واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طبعا انا ولعت على الزيت اهوت، ببدا اسمي الله. بعمل ايه بقى؟ بالصلاه على النبي طبعا انا عامله العجينه اهي، تبقى كده حلوه كده.
يعني مش خفيفه قوي ولا تقيله قوي، هي حلوه بالصلاه على النبي. برضو اللي يحب يحط نشا يحط، يحط خضره يحط. انا ساعات بعمله بالخضره، احط خضره على العجينه، ساعات احط نشا على العجينه. المره دي لا، انا عامله بيض بدقيق بالتوابل بس. ببدا اسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. وهتعجبكم الوجبه النهارده، وجبه خفيفه عند ماما بركه، مش كتيره ولا حاجه ولا ايه ولا فيها هري كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هنبدا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه، هحط اول طاسه قدامكم وبعد كده اكمل الكميه كلها واوريكم. بالصلاه على النبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والتقطيع ده حسب ما تحبي انت، عايزاها كبيره ماشي، صغيره ماشي، حسب ما تحبي. بالصلاه على النبي اهو اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول قلي حبايبي، هتعمل شويه وقبل ما اطلعها اوريكم وخليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا حطيت الارنبيت قدامكم، اول قليه. طبعا بالصلاه على النبي هقلي القليه دي واكمل الكميه كلها واوريكم. انا لسه ما قلبتش، ببدا اسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ارنبيت ماما بركه جميل، هيعجب حبايبي. وجبه حلوه غنيه ومفيده قوي ورخيصه، والله ما غاليه خالص. يعني الحاجات دي حلوه مفيده بس مش غاليه. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي اهو. شوفوا اهو اهو، الصلاه على النبي اهو. طبعا القلية قدامكم اهي، الصلاة على النبي. هكملها حبايبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة على النبي. طبعا ايه، ارنبيت ماما بركة جميل اهو. الصلاة على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هطلع اول قلية اهي اللي انا حطيتها قدامكم، بالصلاة على النبي. وهكمل الكمية كلها واوري حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كده انا طلعت اول قلي اهو. هكمل بقى الكميه كلها واوريكم يا حبايبي، خليكم معايا. حبايبي بالصلاه على النبي، انتوا عاملين ايه؟ ماما بركه بتقول لحبايبها يا رب تكونوا في اتم الصحه واتم حال. بالصلاه على النبي، النهارده ماما بركه هتعمل لحبايبها وجبه حلوه خفيفه ومش غاليه خالص، وتخلص على طول، وغنيه وكلها فوائد للجسم ورخيصه خالص. بالصلاه على النبي، ماما بركه النهارده هتعمل ارنبيط، ارنبطايه بس، مش هعمل اي حاجه معاها. انت بقى عايزه تعملي حب السلطه، حب حته ترشي، ارنبطايه بس. هي وصفه سهله وجميله، وبالصلاه على النبي هتعجب حبايبي. وبالصلاه على النبي تعالوا اتغدوا عند ماما بركه، ارنبيط وعيش بيتي كده بس، ما فيش الا هو النهارده كده، ماما بركه عامله كده النهارده بس. وبالصلاه على النبي حبايبي، مستنياكم في الفيديو الجاي.